بالعافيه بالعافيه خالي. بالعافيه. ما كليت شيء. اضري لي بس. بالعافيه. قاعد يا خرا خليني اكل. الساعة كم الوعد بالمعرض؟ لا ما يدري؟ يلا. خالي يبي يكلمك تعال قل. تعال 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 بقولك شيء تعال تعال. قهوة؟ قهوة؟ تفضل عدنا صب لك قهوة. عدنا صب لك قهوة. بس 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 شوي شوي. بس بس لا والله لا تحرق عيوني يبا. لا فهد طار سوى فيني لا يبا كلنا لا 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 ما يروح يبي له شوي ماي شويه بس اي شويه لا على خير ما راح خلوه خلوه توخر انا ماشي سبحتك والله سبحتني العاصمه عندنا لاول مره تصير محلات عضو بالعالم في منا صغير في منا كبير وين شفت هذا اي هذا كرشه طور هندي من الجسار هندي سيوفي سوبر حياك ابوي لا حبيبي شنو هذا مو ملقط مو ملقط هذا بخور يا خالد زين شو هذا فضحتنا فضح خلود 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 لا تستعبط شو فيك؟ طلعت سرته خلود لا تصير غبي عطنا ايوه خلينا نكمل صبعة لا هذا من الله وربك سؤال سؤال كم ثاني على الخصم؟ 35 دينار لا الاوامر العليا صاروا 18 دينار حبوي هذا راح ياخذونه هذا راح ينباع اكثر شيء تذكر والله صار حطيته عندي حطيته المكتب عندي شو صار ما تحس الشغل صار اسرع؟ لا لا ما حق مين حلو احب الصيد وهذا جسار دروازه وهذا معمول جسار ملكي وهذا 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 حق الوالده هذا زعفران طبعا هذا هذا؟ اي هذه هديه مره اي كلها هذا يعني افتر ارض المعارض كلها ما تلقى نفس هذا رضوان الجسار هذا يا جماعه شو يسوي؟ يطرد الشياطين يخليهم والله كاك اي والله والله بس بالله بس حب بخور قام يطلع بس هذا تكثر شوي الملك يا جماعه قول يا رب على طول يا رب قول يا رب انت قصتك الحواري قول يا رب يا رب ما راح نقول شنو راح نسوي مفاجاه بس والله خالد اقطع لنا متشيش تبي تشيش لا 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 متشيش لا 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 والله تعرف شو والله تعرف شو لا خلص اتعداك تقول لي شنو ليش تاير عود وتاير صغير هذه فيها حكمه متى ايام قبل احلف ليش ليش صدق صدق اكلمك صدق والله صدق ليش لا لا ما يصير ما يصير عندك يا من 5 سنين والله ما ادري الحين قبل ليش ما خلونا نفس الحجم يعني اثنين ونفس الشيء عشان ما ادري ما يصير ما تبي تستانس ما ادري والله وهكذا ما عندي قطه تدري ليش؟ ما تدري؟ انا ما كنت قطه اوكي يا عماد خايس